معانا عبر الهاتف من مصر الناقدة السينمائية دعاء حلمي. مساك الله بالخير. مساك خير. الله بالخير، اهلا وسهلا. حياك الله. طبعا الله بدايه حبيبتكم. انت من نقاد هذا المسلسل، مسلسل ازمه منتصف العمر، ليش وشو رايك في هذا المسلسل؟ المسلسل زي ما حضرتك قلت انه هو محقق نجاح. اولا احنا هنتكلم جزء جزء، ان تحقيق النجاح ما هوش ضمانه لجوده العمل. فبالتالي فكره نجاح العمل، لا احنا مش ده اللي هيدخل علينا. الفكره كلها ان صناعه كان عينهم على اثاره الجدل، عشان كده كانت في الاول ان فيروز تبقى ام لمريم، وبعد كده عشان خافوا من ردود الافعال القويه فعملوا لفه كده عشان لا دي والله مرات ابوها. طب يا سيدي انا معاك، هي مرات ابوها، هي اختها، هي بنت عمك، هل فعل الزنا يشيل من عننا الحرج؟ يعني هو الفكره كلها هي تقرب لها ايه، ولا الفعل نفسه هو اللي سيء؟ وهنا مش بنحكم من منظور اخلاقي، الفن عمره ما كان حكم اخلاقي، لان عندك اعمال كتير جدا تقدمت، زي مثلا حب الضائع ما كانت صاحبتها الانتيم سعاد حسني وزبده ثروت، ابي فوق الشجره كان ابوه متورط في حب البنت اللي بيحبها، فهو ما هواش اختراع عشان يقولوا لنا احنا بنقدم موضوع جريء. انت ازاي الموضوع الجريء تم تناوله؟ هل عينك كانت على القضيه ولا عينك على اثاره الجمهور والمتابعات والجدل؟ هو ده، هي دي القضيه. لكن هنتاجر على بعض ونقول اصل انا مش بقدم سينما نظيفه، ان السينما النظيفه كانت كارثه من الكوارث. وهل معنى ان انت عشان ما تقدمش سينما نظيفه تروح للاكستريم؟ يعني هو يا اما طرفي الفساد او طرفي العمله الفاسده، اللي هو يا اما نقدم فساد يا اما نقدم فن اسمه متطرف دينيا، زي ما كان المأساة اللي احنا كنا عايشينها تحت منطلق اسم السينما النظيفه. فمع احترامي لجميع النقاد اللي هم شافوا ان المسلسل ده شيء جيد، لا المسلسل ده ضعيف فنيا، وهو ده قمه فساده مش تناوله للقضيه. فهي صح. دي بس النقطة المختلفة. نعم، يعني مثل ما ذكرتي الحين بأن يمكن هم طرحوا ممكن يعني مشكلة مجتمعية أو غيرها، ولكن يمكن هي أصلا مش موجودة في مجتمعاتنا، وخاصة أن اللي ميزنا أخلاقنا وإنسانيتنا دعاء. ولكن شو هو الخطأ برأيك اللي ارتكبه أيضا صنع هذا العمل واللي سبب أيضا هذا الجدل؟ هو زي ما بقول لك، هو الحكم بالنسبه لنا او الفيصل مش فكره احنا مجتمعات ما عندناش كده، لا احنا ممكن الجنه او سيدنا ابيل وهابيل، انا معايا مكالمه، فبدايه الخلق كانت جريمه قتل. نعم. فاحنا مش مجتمعاتنا ما فيهاش، لا مجتمعاتنا فيها، وفيها أسوأ من كده وفيها احسن من كده، ومجتمعات بره فيها أسوأ من كده واحسن من كده. الفيصل كيفيه التناول، هذا نعم. التناول كان تناول يداعب الخيالات. طيب السؤال، هل الطرح بهدف خلينا نقول الحل، في حل بالموضوع ولا ما في حل، مجرد طرح؟ ما هي الفكره، ما هو لو كان في موضوع كان في قضيه اذا انا بدور على حل، لكن هو ما فيش حل، لان شرور البشر. لكن انا مشكلتي ان المتاجره بشرور البشر عشان اقول انا بعمل قضيه، لا انت بتقدم شرور عشان تثير غرائز الجمهور وتثير الجدل وتثير المشاهدات، هو ده اللي انت بصيت عليه، هي دي مشكلتي الوحيده. فانا مش مشكلتي في الطرح، انا مشكلتي في طريقه التناول، لان الشيطان يكمن في التفاصيل زي ما بنقول يعني. نعم. طبعا انت قلتي ان طريقه الطرح ولا خلينا نقول تناول الموضوع هي اللي ما عجبتك، وحسيتي انهم ذاهبين الى اثاره الجدل بشكل عام، ونحن جالسين نسمع ان في احتماليه وجود جزء ثاني، هل في يحتمل الموضوع جزء ثاني، وكيف تشوفين الخطوه هاي؟ لا هو الموضوع اصلا ما يحتملش جزء اول، يعني مبدئيا الموضوع ما يحتملش اصلا ان هو يتعمل، بس بما انهم عملوه لا لكل المسلسلات اللي بتلاقي صدى او بتلاقي جدل يقول لك احنا هنعمل جزء تاني، لا هو ما فيش جزء تاني، مش هيتعمل جزء تاني، مش عشان انا بتكهن او عندي معلومه، لا لان طبيعه الاشياء تؤدي الى ان المسلسل ما يحتملش ده، اذا كان ما كانش محتمل 15 حلقه، ده احنا من الحلقه السادسه بدانا نزهق، فبالتالي لا طبعا هو لا يحتمل لا جزء تاني ولا جزء اول. نعم. هل من الممكن أنتم كنقاد وغيره وإعلاميين دعاء أن تجتمعون إيد واحدة ورأي واحد لإيقاف، إذا كان في هناك جزء آخر لهذا المسلسل يتم إيقافه، أو أن يتوقف العرض الآن للمسلسل الآن على شاشات التلفزة أو المنصات؟
مثلا لا، لانه مش في ايدينا دلوقتي، احنا في عصر السماوات المفتوحه خلاص، فكره المنع بقت اصبحت شيء سيء جدا. لكن كفايه رد فعل الجمهور اللي هو بيدق ناقوس خطر، احنا مش هناكل وجبات مسمومه، مش عشان هي هي معموله غلط، هي مش متكلفه، مش متقنه الصنع، وخوفنا ايضا على اطفالنا الجيل جيل اليوم صحيح من متابعه هكذا مسلسلات وبث هذه السموم في رأس الأطفال. بالضبط كده، هي وجبة مسمومة للأسف، هي ما قدمهاش غير أن فكرة الناس ترفض ده، والناس رفضته، ومش زي والفنانين أو النقاد اللي عندهم حس فني رفضوا الموضوع لأنها وجبة مسمومة فنيا وليس من منظور أخلاقي. نعم، طبعا البعض اعتبر أن هذه القصص موجودة في عالمنا العربي، والبعض الآخر نفى هذا الأمر. ليش الأعمال الدرامية اللي تناقش مثل هذه النوع من المواضيع والقصص تتعرض للكثير من الانتقادات؟ أنت من شوي قلتي أن في عندنا بعض القصص الأسوأ ومن الممكن تكون الأفضل والمجتمعات فيها، لكن يعني شو رأيك بين يعني خلينا نقول انشطار الصف، خلينا نقول ناس تقول عندنا وناس تقول ما عندنا، أنت شو رأيك في الموضوع هذا بشكل عام؟ ما هو عندنا كل المساوئ والموبقات موجودة في كل المجتمعات، وزي ما كل انت عينك كفنان بقى، هل هتصور لي صندوق قمامة وتقول لي ما هو صندوق القمامة موجود؟ أيوة، فين دورك انت كفنان تقدم لي صندوق القمامة ده بشكل فني يوصل لي الإحساس ان انا ارفض هذه القمامة؟ بدون هو ده الفن، ما هو لازمته كان هنعمله فيلم تسجيلي ونجيب البنت وامها قصص حقيقية من الواقع او دول نصورهم في السجون، فين دورك كفنان؟ فهي دي الفكرة، انه مش الفكرة انه صندوق القمامة موجود ولا لا، هو اكيد موجود، لكن تناوله وتأثيره، ان انا لو صورته بالشكل القميء للأسف هيبقى الإفكت بتاعه هو اللي حصل، فكرة ان الناس بتحس بغصة ونفور من المسلسل، واني خايفة بنتي تتفرج عليه، هو ده لانه ما تقدمش بفن. فطالما نزع منه الفن اذن انت عملت حق يعني، او ما اصابش الهدف بتاعه، اذا كان في رسالة اصلا، بالعكس ده عمل باك فاير او عمل رد فعل عكسي على فكرة خطورته بقى على الاجيال الجديدة. نعم، اكيد. الناقدة الفنية دعاء حلمي، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. شكرا لك على رأيك. شكرا لك.